بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من أرضية ميدان لبصير تأتيكم هذه الانطلاقة ضمن انطلاقات وتحديات هذا المهرجان، المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. وهذه السباقات التي تأتي بالتوجيهات السامية من المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن مشكورة، وعلى رأسها سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، والشكر كذلك موصول لنائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة عبد الله بن محمد الكواري، كما أيضا بدورنا نشكر مدير إدارة السباقات والأنشطة مبارك بن محمد بن بادي النعيمي، والشكر كذلك موصول للمسؤول المباشر هنا في هذا الميدان ميدان لبصير خليل بن ناصر الشهواني. نعم مشاهدين الكرام، هذه هي أحد أمسيات وتحديات هذا الميدان ميدان لبصير التي تقام هنا في هذا المساء والمخصصة لسن الحيل والزمول والسودانيات، سائلين المولى عز وجل التوفيق لجميع الإخوة الحاضرين والمشاركين. نبدأ مشاهدين الكرام مع رحلتنا المكونة بإذن الله تعالى من ثمانية أشواط ستكون حاضرة هنا في هذا المساء، وهذا هو أولها وديدنها لشوطنا الأول الرئيسي للحيل من مسافة 6 كيلومترات. نعود إلى مقدمة هذا الشوط مشاهدين الكرام ونتعرف على المراكز الخمسة الأولى ومن تقود المسار. هذه من تتقدم في هذه اللحظات شعار سعيد بن عبيد بن رشدان على الظبي، هي من تتواجد على المركز الأول. الظبي هي آخر اسم دون معنا في هذا الكشف، وهذه هي تقود مسار هذا الشوط. ننتقل للمركز الثاني، من تتواجد فيه الصمود ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يتواجد معها في التضمير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل للمركز الثالث، ومن تتواجد فيه أقادير راشد بن محمد بن حمد الدعية. ننتقل للمركز الرابع، ومن تحتل المركز الرابع القدوم والوصول من العنود علي بن راشد بن محمد الهميمي، هو من يتواجد مع المركز الرابع. ننتقل للمركز الخامس، الوصول والتقدم مشاهدين الكرام على مستوى المركز الخامس، من تتقدم في هذه اللحظة. هذه هملولة لصالح بن حمد القمرة، هذا هو نداءنا ونتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى في ندائنا الأول لشوطنا الأول الرئيسي المخصص للحيل. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة مع بن رشدان، مع بن رشدان سعيد بن عبيد بن رشدان، من يحتل المركز الأول ويسيطر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الظبي، الظبي الظبي الظبي، هنا تنطلق بسرعة الظباء مع المركز الأول، وهال الكرعانة يتابعون هذا الانطلاق، يتابعون هذا الاندفاع مشاهدينا الكرام. أيها الإخوة المتابعون على شاشة قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الكبير، هذه المقدمة مع الظبي تفتتح 3 كيلومترات في هذا المشوار في هذا المساء. الظبي لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان، أبو عبيد متأخر منها واجد، يبيها تكون على راحتها، يبيها تكون على راحتها. يا سلام يا أبو عبيد، يا سلام يا أبو عبيد، ولكن الله، شعار ملك السيوف يأتي هنا على مستوى المركز الثاني ويتقدم مع الصمود،
صمود تعود ملكيتها لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، من تتواجد مع المركز الثاني محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثالث الوصول هنا من اغادير راشد بن محمد بن حمد الدعيه، والمركز الرابع الوصول والتقدم من العنود علي بن راشد بن محمد الهميمي. ننتقل للمركز الخامس مع شعار القمره مع هملوله صالح بن حمد القمره. خلاص نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة والمقدمة. لا زالت الظبي تنفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. الله يا هل الكرعانة، الله يسعد مساكم يا هل الكرعانة على هذا المنوال وعلى هذا العرض الجميل وعلى هذا الأداء. هذه الظبي مع المركز الأول، الظبي تسيطر سيطرة تامة على مقدمة هذا الشوط مع سعيد بن عبيد بن رشدان مع المركز الأول مع قيادة هذا الانطلاق مع الألف والخمسمائة متر الأخيرة أو الكيلوين الأخيرة مع المركز الأول. لا زالت الأمور تسير مع الظبي والأمور هنا والجمهور جمهور الظبي مع هذه الانطلاقة. الشوط الأول الشوط الرئيسي للحيل في هذا الميدان في ميدان البصير، هل سيدون؟ معاكم يا أهل الكرعانة ومعاك يا سعيد يا ابن عبيد يا بن رشدان يا مالك الظبي، أو سيكون لبقية المشاركين كلام آخر؟ هنا الصمود تحتل المركز الثاني، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند المركز الثالث، من تتواجد هنا أو هنا التقدم هنا على المركز الثالث؟ تصل العنود تأتي هنا على مستوى المركز الثالث مع علي بن راشد الهميمي وعلى المركز الرابع ايضا ياتي شعار المسند في هذه اللحظه. ولكن الله اللي تقدمت في هذه اللحظات هستر لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، وصلوا هل الطلايب اول الواصلات في هذه اللحظات. وصلت الشاهينيه لسلطان بن شافي بن حمود العجمي من يتواجد مع مستوى المركز الخامس. القمره ايضا يصل، ولكن نعود الى سعيد ينتهز الفرصه هنا. يقادر بقية المشاركين ويفتتح الكيلومتر الأخير. الله يا سعيد، الله يسعدك يا سعيد وانت السعيد بهذا الشوط. هذه الظبي مع سعيد بن عبيد بن رشدان المري هنا تنتزع المركز الاول، تنفرد انفراد عن بقية المراكز. الله يا هل الكرعانة، الله يسعد مساك يا ابو مبارك يا ابو ناصر. الله هذه هي الكرعانة وجمهور الكرعانة هنا مشاهدين الكرام مع الظبي. الظبي تحتل المركز الأول، تسيطر على مقدمة هذا الشوط. الله يسعد مساك يا أبو ناصر في كل مكان وزمان. نعم هذه المقدمة مع الظبي، الظبي تحتل المركز الأول، تسيطر سيطرة تامة سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط مع سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. هذه الظبي والله وصل الجماعة، وصلوك الجماعة يا أبو عبيد. الوضع خطير، أول الواصلات هنا تقدمت الشاهينية، سلطان بن شافي بن حمود العجمي هنا رافع راية التهديد. روح يا أبو عبيد الظبي مع المركز الأول، ولكن سلام للكرعانة، سلام يا أبو عبيد. الله يسعد مساك يا أبو عبيد بهذا الناموس، أسعد الله مساكم بهذا الناموس المستحق يا مشجعين الظبي. سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان نهنيه على فوزه وتحقيقه بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه هملولة صالح بن حمد القمر، المركز الثالث وصلت فيه الشاهينية سلطان بن شافي بن حمود العجمي، المركز الرابع